اوكي قول كذا من اول يا احمد. طيب احنا وصلنا ختام البث, خلنا نلخص اليوم الشيء اللي صار اليوم, لخ تلخيص كامل اللي حصل اليوم. مجموعة مقابلات تقريبا التقينا في 22 و 23 متسابق, توقيع العقد مع عبد الله الجميري والنقاش اللي دار حوله في المطبخ, احمد ابو سمره يعطيها الصحة والعافية, حبيبنا محمد الفهري او العقيد ابو فهري, وفكرة السجن مبدئيا. طبعا جميع ما يطرح هنا هو قابل للتطوير والتجديد والإلغاء أيضا, يعني متى طيب ما سرعت الحاجة. أمس استفسرتم الجمهور, إيش استفسرتم أمس ناصر؟ أمس نشوف ملخصات عشان نختم بها ونعتمدها ولا؟ أمس كانت الاستفسارات عن المزاد, إحنا نزلنا استبياني. والله أي استفتاء ودك عشان ترتاح ما تبحث أرسله في الجروب. ممتاز, خلني أشوف الاستفتاءات اللي صارت أمس بس من أجل نور. والله بسمرة مغيموت يا حبيبي. قبل شيء قبل سمرة ولا لأنه دبل تبدي اليوم والله مرة حاقد عليه. خلي أنت البيت بس. أنا قبل شيء أقسم أبو سمرة تطورت مرة عند زناسين في كاميرا. قبل شيء إحنا متأثرين, كل بونا متأثرين. بس وفر طاقتك وقت البرنامج والله حرام يا اخي. مو وفر طاقتك انت, حركت الاوراق كل ابو حقت ابو عبد الله. يا ابو عبد الله جايب قصه حلوه مؤثرين. انا احسبك تبكي. طيب تضحك. المشكله امدحك ولا انت الجبريل اقاطعك. اي سلام. احنا نزلنا استفتاءين اثنين للجمهور عن طريق حساب قناه بدايه في منصه اكس تويتر. الاستفتاء الاول, وش رايك في اضافه محل ذهبي في المزاد؟ حلو. تكون قيمه ايراداته دبل. حلو. 82% مع ممتاز مؤيدين. السؤال الثاني كان استفتاء, ما رأيك بوجود محل رصيد ضائع ما يعرف المتسابق قيمته أو قيمة مبيعاته إلا في نهاية الأسبوع؟ يعني أنه يكرف طول الأسبوع بعدين وقت التسليم نقول والله محلك ترى ضمن قائمة البلاك ليست. 77% مع. والله الجمهور يحب. 23% يا حبيبي. أنا ودي 77 بكرة إذا جاء متسابق المفضل بيقول ليه. إيه ليه يزعلون. نعتمد الفكرتين. نعتمد الفكرتين بناء على رأيك. خلاص يا سلام. ممكن يكون المحل إيرادات عالية ولا عادي. حتى لو كانت إيرادات عالية إن شاء الله تدخل 20,000 جاء بلاك ليست انتهى. وفي فكرة برضو كمان طرحتها اللي هو محل فاضي, لكن هذه قابل الفاضي خلاص يس نتناقش فيها. زين الحمد لله. اللهم لك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ان شاء الله العظيم بالتوفيق. الله يوفقك. والله لي شرف. اضافه كبيره يا ابو سعيد. اضافه كبيره. مو اضافه, انت الاضافات كلها. لا لا ادري انت الاضافات كلها بسمره. بكره ان شاء الله موعدنا باذن الله الساعه 7 مع بيت الحكمه. ان شاء الله الساعه 10 باذن الله. 9 برنامج الاداره. يس برنامج الاداره. الضيافه 10 الاداره. 9 المضياف 10 الإدارة بإذن الله. هلا وسهلا, يعطيك العافية, شرفنا فيك يا غالي. في أمان الله, موعدنا بكرة بإذن الله. نشوفكم على خير. تاج عز ومجد فخر ومنياك. ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا. ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا. تي 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 تدرى صيدك. تي 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 تدرى صيدك. يلا 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 تدرى صيدك. We're gonna make it.